نستلم المسجد الأقصى كما أخرجنا منه أو لا نستلم، ونحمل الحكومة الإسرائيلية ما قامت به من تغيير معالم، ونحمل الحكومة الإسرائيلية عدم استلامنا للمسجد الأقصى. نحن لن نرضى أن يغير المعالم. بياخدوا بعدين الاقصى بتولوا عليها كلياتها، بس احنا ان شاء الله باذن الله بدنا نضلنا قاعدين عبين ما يجوا هالبوابات هذول، واحنا هنفوت زي ما يعني كيف اول ما نفوت بينا من دون بوابات بدنا نضلنا كل يوم نفوت، اذا ضلوا هذول بدناش نفوت، بدنا نضلوا هذول.